أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز، والتي خصصناها في هذه الفترة لأبرز التطورات والمستجدات فيما يتعلق بمبادرة إبدأ لتوطين الصناعة وجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وحياة كريمة. أي تحدي موجود عندنا دلوقتي في مصر خلال السنين اللي فاتت، اتصور ان التحدي بيولد فرصه مش بيولد عقبه زي ما الناس بتصور. لا والله، التحدي بيولد فرصه والازمه بتولد فرصه. تنفذ خطه اجراءات اقتصاديه على مستوى الدوله قائمه على توطين الصناعه وتقليل الفاتوره الاستيراديه وجذب الاستثمارات المباشره. برنامج ابدا واللي الهدف منه إن إحنا نقلل حجم الاستيراد من خلال إنشاء صناعات لهذه المنتجات في مصر. قبل ما نقول إن إحنا نصدر منها، إحنا بنتكلم على إن إحنا نبقى عندنا كفاية للسوق المصري، وإن كان في فرصة للتصدير هيبقى طبعاً ده أمر مهم ورائع يعني. مش هنقدر نغني البلد دي غير بالأفكار، عمل وفكر، فكرة وما نستكترش علينا إن إحنا نعملها. قلنا وعملنا وكنا قدها قد كلامنا، قابلنا الصعب كتير قدامنا، قلنا وبدأنا لا ظروف بتمنع ولا كان استمرار توحيد وتكامل الجهود لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاستثمارات الصناعية وتعزيز إنتاج المجمعات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، اجتمع أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بمحافظة سوهاج بهدف التعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه بعض الوحدات بالمجمعات الصناعية المختلفة في المحافظة، إلى جانب بحث وتعزيز سبل التعاون لدعم الصناعة والوقوف على التحديات التي يواجهها المستثمرون والمصنعون بالمحافظة، والتي تمثلت في الإجراءات الروتينية المعقدة والمشكلات المتعلقة بالتمويل وتملك الوحدات الصناعية ومشكلات المجمعات الصناعية. أثمر اللقاء عن عدد من القرارات، كان أبرزها أولوية التسليم للوحدات مكتملة المرافق وإعادة تعريف وتوصيف الشركات الصغيرة لدى البنك المركزي بما يتوافق مع معدلات التضخم الحالية، وضرورة استغلال الظهير الصحراوي لمحافظة سوهاج واستغلال المنطقة الصناعية المخصصة بدار السلام للصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى بحث إمكانية إنشاء ميناء جاف بمحافظة سوهاج وزيادة قدرة محولات الكهرباء الخاصة بالمناطق الصناعية. تولي الدولة أهمية كبرى للارتقاء بالمنظومة الصناعية، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة والتي يشهدها العالم، والتي أثبتت أيضا أنه ينبغي على كل الدول ومنها مصر تعزيز اكتفائها ذاتيا في مختلف المجالات، ومن ثم
جاء دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، مستهدفة تقليل الاستيراد بشكل كبير. ضمن هذه الجهود تأتي المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة إبدأ، والتي جاءت ضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة بهدف تحقيق التنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة، والتي تضمن توفير حياة كريمة للجميع. تأتي مبادرة إبدأ بهدف توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية طبقاً للمعايير الدولية، وتوفير فرص عمل لائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، بالإضافة إلى السعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية وتحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقا للمعايير الدولية. وبناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية، جاءت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ بهدف دفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة. المزيد في هذا العرض. ومن تسليط الضوء على مبادرة إبدأ إلى تسليط الضوء على جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كل الكيانات اللي بتعمل في العمل الخيري بوجه لها الشكر والتقدير باسمي وباسم كل المصريين. احنا محتاجين هذا الدور، لأن الدور المجمع واللي متنسق ومتسيطر عليه بشكل كويس نتائجه زي ما احنا شفنا، سواء على المستوى الاقتصادي او على المستوى الصحي او على المستويات الاخرى بتاعت الاجتماعيه اللي بتتم. واتمنى لكم التوفيق، واتمنى للجميع التوفيق، وانتم بقيتوا مثل ونموذج للناس اللي زيكم وبيشتغلوا وبيشوفوا قد ايه الامل ممكن يتحقق ويبقى حاجه تفرحنا كلنا وتسعدنا. وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وقع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة ومشروعات الأمن الغذائي ودعم المزارعين. هذا البروتوكول يهدف إلى مشاركة التحالف الوطني بالمشروعات والفاعليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات والمنظمات الدولية لخدمة المواطنين في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي والأمن الغذائي، إلى جانب تطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
كذلك يهدف إلى وضع نظم الإدارة المتكاملة لتحقيق الأمن الغذائي في المحافظات عن طريق إطلاق العديد من الفعاليات تحت مظلة مبادرة إزرع التي ينفذها التحالف. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق المرحلة 17 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية الحمولي وتوابعها بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وذلك بمشاركة أكثر من 13 كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لعدد يتخطى 15,000 مستفيد من خلال 2000 متطوع. يأتي تنفيذ قوافل ستر وعافية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفق خطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية. تهدف هذه الخطة لتخفيف العبء عن المواطنين وكذلك التخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، بالإضافة إلى حملات توعوية بكرت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي وتوعية بالقدم الصحيح، وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية. تتضمن القافلة أيضا منفذ لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين ضمن حملة دفى الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة للمواطنين. علاوة على ذلك، تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي والمتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى لأهالي الفيوم، إلى جانب المساعدة في فك كرب عدد من الغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال التدريب عن طريق دمج المتطوعين وإشراكهم في هذه الأنشطة ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع. كل هذا يضاف إليه مساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة إزرع وتسليم عدد من الكراسي المتحركة لذوي الهمم. يمثل الهدف من إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يمثل توحيد جهود مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني لتنمية المجتمعات وتلبية احتياجاتها في كافة المجالات، حيث تنوعت أوجه الدعم التي قدمها التحالف الوطني من خلال العديد من المبادرات المختلفة نتحدث عنها بالتفصيل في هذا العرض.
إذا ما تحدثنا عن منظمات المجتمع المدني لوجدنا أنها تمثل أحد دعائم التقدم في كل الدول. في هذا الإطار يأتي دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي تم توقيع ميثاقه بوجود 24 كيانا ممثلين عن الكيانات الأكبر تأثيرا على الأرض من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني إلى جانب بعض الكيانات الخدمية. دعونا نتابع المزيد عن التحالف في سياق هذا العرض.